حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امراه لعمر تشهد صلاه الصبح والعشاء في الجماعه في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه ان ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله